مرحبا بالجميع. اليوم أريد أن أتحدث عن موضوع أثار الضجة في مجتمع منشئي المحتوى على إنستغرام. إذن أكد آدم موسيري رئيس إنستغرام مؤخراً أن المنصة تقلل من جودة مقاطع الفيديو التي لا تحصل على الكثير من المشاهدات. نعم، لقد سمعت ذلك جيداً. إذا لم يحقق الفيديو الخاص بك مشاهدات عالية، فسيقوم إنستغرام بضغط جودته. لماذا؟ لتوفير موارد مثل التخزين وقوة المعالجة. والآن إليك أهم ما في الأمر. إذا انتشر الفيديو الخاص بك فجأة، فسيقوم إنستغرام برفع الجودة مرة أخرى. إنها مثل رحلة الجودة على أفعوانية، لكن ليس الجميع موافقاً على هذا. يثير منشئو المحتوى الأصغر حجماً مخاوفهم. إنهم يشعرون أن هذا النظام يضعهم في وضع غير مواتٍ مقارنة بأولئك الذين لديهم بالفعل عدد كبير من المتابعين. أعني، إذا كان الفيديو الخاص بك يبدو أقل جاذبية بسبب جودته المنخفضة، فكيف تجذب المزيد من المشاهدين؟ رد موسيري يدعي أن فرق الجودة ليس كبيراً، وأن معظم المشاهدين يهتمون بالمحتوى نفسه أكثر من انخفاض طفيف في الدقة. إنه يعتقد أن منشئي المحتوى قلقون بشأن ذلك أكثر من المشاهدين. لكن إليك ما يحدث، لا يقتنع الجميع بذلك. يجادل البعض بأن هذا لا يزال يخلق ساحة غير متكافئة، خاصة بالنسبة لمنشئي المحتوى الجدد الذين يحاولون بناء جمهورهم. إذن، ما رأيك؟ هل هذه خطوة عادلة من إنستغرام لإدارة الموارد، أم أنها عقبة أمام منشئي المحتوى الصاعدين؟ شاركنا أفكارك في التعليقات أدناه. ويا رفاق، إذا وجدتم هذا الفيديو مفيدا، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك للحصول على المزيد من التحديثات. شكراً للمشاهدة، إلى اللقاء لاحقاً.